هناك نجاح وعلى أن هناك إقبال وعلى أنه هناك يعني طريقة نظن أنها حضارية لمعالجة الملفات، لأن لا ننسى على أنه إحنا في طور مثلا انتقالي، مرحلة انتقالية من وإلى. هناك دستور، ودستور يضمن حرية التعبير، يضمن حرية التجمع، يضمن حرية التنقل، وإحنا اللي نعدلوا حقنا الدستوري مثلا ماشي نطبقوا يعني حقنا الدستوري كمؤسسة مدنية تشتغل على أنه إذن معناها أنه منين وصلنا لهذا الملف، فنظن على أن هذوك المنتديات اللي درنا كاملين هي منتديات خير ودليل لأنه ماشي كبر. وين هو يعني منتدى بعد منتدى ويكون أكبر ويكونوا مشاركين أكثر ويكون يعني مدعمين أكثر مثلا، على أنه هذا دليل. علاش؟ دليل على أنه هناك يعني نجاح في هذا التصور، وهناك يعني الناس راغبين فعلا أن يكون هناك نقاشا سليما، لأن الأساس كل شيء يبنى على النقاش السليم. ما يمكن أن نتقدموا في أي شيء مهما كان إلا بالنقاش السليم الموضوعي وبدون إقصاء.